السؤال يقول: ما هي السورة التي تعادل عند قراءتها ثلث القرآن؟ سورة سورة ياسين؟ لا، إذا ما عرفت أكو اختيارات. أي أكو سورة بالقرآن الكريم من تقراها تعادل ثلث القرآن، يعني جدا عظيمة. أعطيك اختيارات؟ يعني أعرفها بس ما قاعد تجي على بالي. أعطيك اختيارات ومفروض هسه تجي على بالك. حلو؟ أوكي. سورة الفاتحة، سورة البقرة، أو سورة الإخلاص؟ سورة الإخلاص. صح، صفقولة صفقولة، يلا شجعوا، عفوا عليكم. سورة الإخلاص هي السورة القصيرة اللي تعادل ثلث القرآن بأجرها وعظمتها. انطونا هدية.